الآن المناصب لماذا لا نستغل هذه الأماكن في الدعوة إلى الله؟ لماذا نترك الأماكن لأهل الباطل لأهل البدع؟ شوف تستب سوخر أخذ غنان خيقم سوخ مخمشخ سوخ بخين جمتايتخ أخذ غصب بمخي أشوف تستش آخر سوخ أربو بجمخي جنجا. لماذا الدعوة الآن تقتصر على أفراد معينين؟ لماذا لا تمتد الدعوة لهؤلاء، للمسؤولين، للإدارة الدينية، لهؤلاء؟ أنت لابد تحب لهم الخير، لابد تعلمهم السنة، تبين لهم ما هي الأشياء التي لابد أن يكونوا عليها، دين النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة السلف الصالح. تخرج خذهم وسوني دعوة يا خبشن خوي دينم خوي جن خوي رجعت أنا تشخصي أخري أخوي جن خوي إدارة دينية مفتيات شوي مشي داجة خري أخري أخوي جن خوي عربي غبارم تزري غساو شتار رادي بغبارم صلى الله عليه وسلم سنة. لابد تدعو لهؤلاء، تدعو للمفتي، تدعو للإدارة الدينية، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم لما يحب ويرضى. جي فو داخوشتين خوي جي خير قاي خفن تخوين خوي دعايا خوشن خوي مفتمي إدارة الدينية مفتياتم شلاجمي فنخو خوي جن خوي فزر خنون تبسلين خوي خوي. لماذا لا نتعامل معهم بحسن الخلق؟ شن حل داخل جدا تحدى فقوشن خوي ميرا شن حل داخل جدا تحدى تبسون خوي ميرا بالهدية تهدي لهم بعض الكتب، الكتب الصحيحة، كتب أهل السنة، حتى يطلعوا على مذهب أهل السنة والجماعة. سوغته تخش دينم تيوخو آخر ترزو دين الزرتو سونم قطيخو تخا تخش خريابتو أبجا نواسا خبشو غبزاخو مغبجم أولو تحبشن خميرا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار عامل الكفار بحسن الخلق. محمد صلى الله عليه وسلم ويبلما جهورخم فوشن حل داخج قوابو يا خوشتوشتا